السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، متابعي قناة فن تربية الطيور. مرحبا بكم أخوتي الكرام، حلقة جديدة ودرس جديد ومعلومة مهمة لكل متابع عم يشوفني ولكل مربي حابب يستفيد. كل ما بدك تستفيد تعال على قناة فن تربية الطيور وخذ من عندها معلومات. طبعا فحصت بيض الطيور وطلع فاضي، هذا هو البيض، فحصت البيض طلع فاضي. ابو النصر شو بدك تعطينا معلومات يا زلمه والبيض عم يطلع عندك فاضي؟ انت عم تعطينا دروس مشان تجنب البيض الفاضي وانت عم يطلع عندك البيض فاضي، ليش يا ابو النصر؟ راح اقول لك ليش. طبعا اخوتي الكرام هذا البيض قديم موجود عندي نتيجه لتزاوج عده ازواج عندي وطلع البيض فارغ، راح اعدل لك الاسباب بشكل مختصر ولازم انت تفتح عينك وراسك منيح وتستوعب شو بدي احكيك وتفهم هالمعلومات هاي اخي الكريم وتطبقها على طيورك. معلومة مهمة كثير ما انذكرت من قبل، انه اول تزاوج لكل زوج كناري او لزوج باجي او لزوج روز او لزوج جاوا ممكن يطلع البيض فارغ بنسبة 50%. طبعا هذا البيض تجميع، لهذا الجوز واحد، لهذا الجوز اثنين، لهذا الجوز ثلاثة. طيب هذول ثلاث جواز الموجودة عندك يا ابو نصر طلع بيضهم فاضي، شو سويت انت؟ اولا اخوه الكرام تركت الاناث والذكور تحضن البيض كامل، خليت البيض عندهم لفتره كامله، يعني فتره او مده التزاوج تبعها خليتها عندهم كامل البيض 18 يوم. بعد ما شلت البيض بعدين تركتهم يرجعوا يبيضوا من اول جديد. طبعا هذا الزوج ما رجع بعض وهذا الجوز لسه ما رجع بعض تركهم، ولكن هذا الزوج اخوه الكرام اول مره طلع بيضه فاضي، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، صلوا على سيد الخلق محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. البطن الثاني فرخ وثلاث بيضات عاقدات، بتوقع ثنتين فاضيين، فرخ وثلاث بيضات عاقدات، وراح نشوف شو الالوان راح تطلع من هذا الزوج. اخي الكريم معلومه مهمه كثير، لما بيطلع عندك بيض فاضي نتيجه تزاوج لاول مره، نتيجة تجاوز أو تزاوج لأول مرة، أكد أنه بالبطن الثاني صارت معركة هوني. إي إي بس بس هلا بقول ليش هاي المشكلة عم تصير. تأكدوا أخواتي الكرام أنه ممكن بالبطن الأول يطلع عندك بيض فاضي، ولكن البطن الثاني راح يطلع البيض مليان بإذن الله تعالى، ولكن عليك الالتزام بالشروط اللي بدي أحكيك إياها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مثل ما شفنا فحصنا البيض طلع البيض فارغ، كان أول تزاوج، فاحتمال كبير من عملية تزاوج الطيور لأول مرة إن كان الكناري أو الحسون أو الباجي أو الكوكتيل أو أي نوع من أنواع الطيور أنه تحصل على بيض فارغ في التزاوج الأول، وهذا أمر طبيعي كتير، لا تقلق ولازم تحاول مرة تانية. ولكن قبل ما تحاول، إذا كنت مثلا عندك كنار أو حسون، الكنار والحسون بيختلف عن طيور الباجي او الكوكتيل او الروز او الفشار. اذا كان في عندك مثلا كناري او حسون لازم تفصل الذكور عن الاناث، وبهالمرحله هاي لازم تبلش تدعم الذكر بمنقوع الزنجبيل والليمون والعسل والفرنجان، وتعطيه الخلطه اللي بدها تساعده على الانتاج بشكل جيد. ولكن مثل ما ذكرنا لازم تستمر الدوره الانتاجيه تبع الانثى، يعني على سبيل المثال كانت الانثى تحت بيض فارغ لازم تخليها محاضنه للبيض لحتى تكتمل او يكتمل موعد فقس الفرخ، يعني 18 يوم للباجي او 20 يوم للباجي، وللكنار لازم تضل قاعده على البيض اقل شيء 13 يوم. بعد ما الناب تترك المعشي عندها لمده يومين، وبعدين بتشيل المعشي من عند الكنار والحسون، بتشيل المعشي لمده من 3 ايام الى 4 ايام، وبعد ما الدرجه بتعطيها المعشي بتعطيه مواد تعشيش من اول وجديد. اما بالنسبه للبالجي ما بتخرب على البياضه على الاطلاق، وبنصحك نصائح مهمه هلا بدي اعطيك اياها. اولا ممنوع نمسك اي طائر من طيور المعاكيف داخل البياضه، لان هذا الامر راح ياثر سلبا على الطائر وممكن الانثى ما ترجع تبيض نفس العش. طيب يا ابو النصر انت فرجيتني ثلاث ازواج عندك طلع البيض فارغ، جوز صار تحته فراخ وجوز لسه ما باض، شو السبب؟ الزوج اللي لسه ما باض مره ثانيه انا قصدت اني افصل بين الذكور والاناث، يعني شو سويت؟ قلبت عمليه تغيير بين الذكور والاناث، هذا الحكي راح ايضا ياثر على عمليه التزاوج وممكن تمتد شهر عن الطيور اللي بتكون مع بعضها نفس الشيء. ليش غلبت الازواج؟ غلبت الازواج لحتى احصل على الوان افضل باذن الله تعالى، وراح تشوفوا بالايام القادمه نتيجه هذا التزاوج، نتيجه هذا القلب ونتيجه تزاوج الذكر والانثى اللي فرجتكم اياهن شو طلع الوان الفراخ. طبعا بنهايه الفيديو بدي اقول لكم شغله، طبعا
بنهاية هذا الفيديو بكل الشكر والاحترام للأخ عاطف السيد اللي عم شارك الفيديوهات، وبارك الله فيك، ولو إنك هون في تركيا كان تهديدك محفوظة. طبعا جد هدية من الأخ داني عبد العزيز، بارك الله فيه وشكرا لك كثير أخ داني على الهدية اللي وصلتني اليوم. هي عبارة عن كاميرا ممكن تساعدنا بعملية التصوير بالأيام القادمة. وبنهاية هذا الفيديو كذلك الأمر بوجه الشكر لكل شخص عم يتابع القناة وعم يساعدنا بعملية مشاركة الفيديوهات وعم يساعد بعملية نمو هذه القناة. طبعا الفضل والشكر أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى اللي وفرنا هيك مجال إن نوصل صوتنا لأكثر عدد من المربين اللي بحابين يستفيدوا. وأيضا عنا من المتابعين اللي لازم بتشكرهم وعطول أول تعليق بشوفه على الفيديوهات وفيديوهات السابقة، يعني عندي 450 فيديو، يمكن 450 فيديو صاروا متابعون. الأخ الحمصي، كاتب اسمه الحمصي، ما بعرف شو اسمه بالضبط، ولكن هذا الأخ متابع للقناة بشكل كبير. وأي شخص بيحب يشوف اسمه من خلال هذه الفيديوهات يشوف التعليقات ويشوف الفيديوهات ويحط لي بالتعليقات بالكومنتات، يكتب بالكومنتات أي تعليق بيحبه، وعلى أساس هذا راح أطالب اسمه بالفيديوهات القادمة. لهذا القدر بكتب معكم هذا الفيديو، كل الشكر واحترام لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو البصر.